2500 بسطه مصفوفه في 7 شوارع رئيسيه واكثر من 17 شارع فرعي. يسعد صباحكم حبايبي واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. طبعا فيديو اليوم راح نزور سوق الفاتح، لكن في البدايه راح نزور نادي الرمايه او نادي اطلاق النار واللي هو بوليغون كلاب في منطقه تشيشلي. كثير راح يعجب الناس اللي بتحب الطخ وبتحب تضيع التوتر والستريس، وهذا من خلال اطلاق النار. احنا حاليا في النادي راح نزوره ونشوف كيف بتتم عمليه اطلاق النار. خليكم معنا. داخل النادي، داخل منطقة الرماية تحديدا، جميع أنواع المسدسات تقريبا موجودة. جلوك جوني، كمان في سلاح جيل، ثواني، سلاح جيل زي هاي، بس طبعا هاي بيكون خرطوش مش رصاص حي. المسدسات اللي بتكون رصاص حي زي ما حكينا رصاص حي، زي ما انتم شايفين طلقة قاتلة. بعد ما خلصت شوف اللي صار بالورقة، قناص طخيخ يا جماعة طخيخ عن جد. اللي حاب يخفف ستريس توتر اي شيء يجي طبق كم طلقة هيك. طبعا بخصوص الاسعار، الاسعار راح تظهر معكم بالشاشة، بتبلش من 5 ليرات للطلقة الواحدة. في السلاح الثقيل بتوصل الطلقة 12 ليرة، يعني اسعار متفاوتة بين 5 ليرات للمسدس العادي و 10 ليرات للجلوك و 12 ليره للاطلاق الكبيره. طبعا هيك انا بكون خلصت جوله اطلاق النار. حاليا راح نتوجه لسوق الفاتح او بازار الاربع، بس شغله صغيره، العنوان راح يكون بالوصف، يعني كثير راح يسالوني على العنوان، العنوان راح احطه بالوصف، وهو في منطقه تشيشلي بالمترو ممكن توصل له مع مشي 5 دقائق. مكون من 2500 بسطة مصفوفة في 7 شوارع رئيسية واكثر من 17 شارع فرعي. كل شيء ممكن تلاقيه او بتدور عليه راح تلاقيه موجود في هذا البازار، وباسعار معقولة، يعني زيه زي الفيديو اللي صورناه قبل هيك اللي هو سوق الجمعة. سوق الاربعاء نفس الشيء ويمكن اكبر كمان، يعني انا كنت حكيت بالفيديو اللي فات انه سوق الجمعة اكبر، لكن بصراحة بعتذر انه سوق الاربعاء طلع اكبر فعليا. طبعا سوق الاربعاء بكون بس يوم الاربعاء، عشان كثير ناس سالتني بسوق الجمعة هو موجود كل يوم ولا بس يوم الجمعة، لا سوق الاربعاء بس يوم الاربعاء، وكل شيء راح تحتاجه راح يكون موجود. يعني ممكن تعمل زيارة لشارع الفاتح فوزي باشا الموجود فيه فساتين، وكمان موجود فيه ملابس محجبات، وممكن تزور كمان في نفس اليوم سوق الاربعاء، يعني بتعمل يوم كامل بهاي المنطقة، كثير راح تستفيد، بتلاقي كل شيء موجود، ملابس حتى احتياجات، بنصح فيه كثير. يا جماعة بخصوص الأسعار هي نفس سوق الجمعة، بخصوص الناس اللي بتبيع الملابس والأشياء هم نفس البياعين أصلاً، بس بيجوا هون يوم الأربعاء وهناك بيكونوا يوم الجمعة، تمام؟ أما الخضار فهذا حسب سعر اليوم، يعني البياعين اللي بيشتروا الخضار واللي بيبيعوا الخضار زي ما بيشتروا باليوم بيبيعوا بنفس اليوم، يعني ما لها علاقة مين أرخص ومين أغلى، تمام؟ يعني نفس الشيء تقريباً. We'll be right back.
جماعة موقع السوق هو بجانب جامع الفاتح مباشرة، يعني جامع الفاتح بتركب له من التقسيم باص 87 ومن بيزيد بصراحة صعب إلا من عند مترو اسطنبول يونيفرسيتي. مترو اسطنبول يونيفرسيتي فيه هناك محطة باصات بتركبوا بهاي المحطة وبتنزلوا عند اللي هي محطة الفاتح. راح احط لكم اسماء الباصات كله بالوصف وكيف تروحوا للجوامع من التقسيم ومن بيزيد. عن جد من الاشياء اللي بتذكرنا بالوطن وحنين الوطن هي الاسواق الشعبية هاي، لانه احنا مشهورين في الوطن العربي سبحان الله بالاسواق هاي يعني. ودائما تلاقي البياعين زعق ومشاكل، ما في سوق ما في مشكلة عندنا يعني، وكتير صارت مشاكل ضلت لسنين بسبب هاي الاسواق، بس برضو بنحبها يعني، كنا زمان واحنا صغار. الفترة هاي أسعار الفواكه والخضار عندهم رخيصة جدا، يعني كيلو الخيار مثلا بليرة ونص، البصل بليرة، البندورة بليرة ونص، البطاطا يعني أسعار رخيصة جدا، حتى الفواكه العنب 3 ليرة، الخوخ نفس الشيء 3 ليرة، يعني بلاش لو بدنا نحسبها على الدولار مثلا 3 ليرة بتطلع تقريبا 40 سنت 50 سنت هيك شيء. حاجة من زمن الطفولة، مين فينا ما شرى كتكوت أو بط وهو صغير؟ هذا أخوي يا جماعة، الكتكوت أو البطة الصغيرة بخمس ليرة يعني. والله زمان طفولة أيام. حاليا في شارع فوزي باشا او شارع الفاتح، هو شارع مشهور بالملابس الافراح والفساتين وكمان ملابس المحجبات. ممكن خلال زيارتكم لسوق الاربع تزوروه وتتسوقوا من هون، يعني ممكن يكون عندكم يوم كامل تسوق بهاي المنطقه وهو يوم الاربعاء، كثير راح تستفيدوا في الوقت. طبعا بشكل عام هذا الموجود بالسوق، السوق حكينا كبير كثير وموجود فيه اكثر من 2500 بسطه، ولو بدك تصور كل بسطه الفيديو راح يوصل اكثر من نص ساعه. انتوا زوروا وتعرفوا على الاشياء الموجوده فيه. صورنا سوق الجمعه تقريبا نفسه مشابه له، بس ممكن يكون هذا اكبر تمام. وشغله ثانيه، الاسعار جدا منخفضه، يعني الناس اللي بتيجي هون وبتحب تشتري هدايا ممكن يزوروا الاسواق، افضل شيء لهم يعني، بدل ما ياخذوا من محلات بيكون غاليه كثير، فمن هون بيكون افضل لهم. بهيك بكون وصلت لنهايه الفيديو، لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتعملوا لايك للفيديو، ونشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله بفيديو جديد.